الأستاذة بدرة قالول عادت إلينا مرة أخرى. أستاذة بدرة أهلا بحضرتك مرة أخرى معنا. يعني كنا نتحدث عن هذه الطمأنة وهذه الحالة من الزخم اللي بتنقل من الرئيس مباشرة إلى كل مؤسسات الدولة وإلى الشعب التونسي. دعيني أنتقل معك مرة أخرى إلى حركة النهضة. كان هناك أخبار يعني أخيرة عن أنه في بعض الأعضاء في هذه الحركة أعلنوا انسحابهم وعدم مسؤوليتهم عن أي قرار يصدر من هذه الحركة من الاجتماع الخاص بمجلس الشورى. ماذا في تفاصيل هذه الأخبار؟ وإلى أي درجة من الممكن أن يساهم هذا أيضا في يعني تشرذم وانقسام أكثر داخل الحركة بتشهده أصلا منذ فترة؟ نحن نقول الحمد لله أنهم بانوا على حقيقتهم، وهذه هي طبعا أدبياتهم وهم يتصرفون هكذا، باعتبار أنه الآن سياسة الهروب، الزورق يغرق والكل يهرب يعني، وكل واحد فيهم تذكر يعني يمين الزغلامي القيادي الكبيرة قال ترضينا بالهم والهم مرضاش بينا، يعني أحنا التوانسة الهم. فتخيل أنها هي اليوم تقول أنا انسحبت ومنسحبة وما عنديش علاقة. هي كتبت على يعني صفحتها أيضا أنها غير مسؤولة على أي قرار بتتخذه الحركة، وأيضا بتنضم إليها مليا إبراهيم. وانضمت إليها جميلة الكسيكسي، ويعني وكان تشوف التصريحات نتاعهم في الإعلام التونسي، خاطر الإعلام التونسي مازال يجيب فيهم، مازال يتحاور معاهم. فشيء مخجل ومضحك ومقرف جدا أنهم لا مبدأ، لا عندهم لا مبدأ لا شيء. هو طبعا احنا أدبياتهم نعرفوهم أنهم هم عندهم مبدأ التقية، يعني ممكن أنه ينحنيوا للعاصفة ويقولوا احنا أصلا ينجموا يصبحون مناضلين ضد النهضة، يعني وأنهم هم كانوا في أيام الجمر. هذا سهل جدا بالنسبة لهم، يعني عندهم التقية، عندهم الهروب إلى الأمام، عندهم القفز من القوارب، يعني هذا تشرذم لهم هذا. وفما حاجة أخرى مهمة جدا، وأنا اليوم أتصفح يعني وسائل التواصل الاجتماعي فشفت يعني ردة الفعل الشعب، والشعب يقول ظهروا على حقيقتهم، فضحوا. هؤلاء يعني كانوا يصورون لأنفسهم بأنهم يعني شرفاء، بأنهم كذا، بأنه لهم مبدأ، فهؤلاء ليس لهم مبدأ. أنا اليوم الفريق متاعي يشتغل عليهم، نعمل في مقارنة ما بين 88 عندما بايعوا الرئيس المرحوم زين العابدين بن علي، عندما تم التغيير في مع بورقيبة، وقالوا إن رشد الغنوشي قال إن ربي الفوق وبن علي تحت. يعني تخيل إنهم هم يباركون هذه الخطابات المجيدة والجليلة. طيب، للسيد رئيس في هذه الجزئية، وكأننا اليوم التاريخ يعيد نفسه. والجماعة يعني هذه هي سياستهم، هذه التقية، ناس كذابين، ناس انتهازيين، ناس ما عندهم شيء، لا دين لا ملة، ناس يعني فضحوا اليوم، وهذا مهم جدا تظهر الصورة بتاعهم وحقيقتهم للشعب التونسي. في جزئية خاصة في كل اللي حضرتك ذكرتيه الآن عن تاريخ الحركة في تونس، بعض المحللين السياسيين ربما يقسموا الحركة والأيديولوجيات داخل الحركة إلى ثلاث أجزاء أو إلى ثلاث يعني مفاصل. الجزء الأول هو الجزء الأيديولوجي اللي مرتبط بفكر يعني الإسلام السياسي بدرجة كبيرة جدا منذ نشأته، وأيضا الجزء الآخر هو الجزء الخاص باللي حاولوا يتأونسوا أو يأخذوا الطابع التونسي، الطابع المدني بعض الشيء، والجزء الأخير هو الجزء اللي استغل الفرص بعد 2011. هل هذه الانقسامات حقيقية داخل حركة النهضة في تونس، وهل هي التي أدت إلى هذا الوضع الآن؟ شكرا على السؤال. نحن في المركز الدولي يعني عندنا 3 سنوات نزلنا مقال كبير وتحليل، قلنا انه حركة النهضة تتكون من ثلاثة اقسام. القسم الاول الايديولوجي، واللي هم يسمون انفسهم بالصقور وهم غربان، يعني هؤلاء اصلا هم مجموعة يعني متشبثة بالفكر الاخواني، منغلقة على الفكر الاخواني، تنتمي الى التيار الاخواني العالمي، القطبيين بدرجة كبيرة، يعني بينتسبوا إلى سيد قطب وأفكاره.
للسيد قطب وأفكاره والبنا وأفكاره. الجيل الثاني أو القسم الثاني اللي هم نسميهم إعادة الإنتاج، واللي خذوا الفكر باغ إيريتاج يعني بالوراثة، وهؤلاء فيهم نوع من التعديل ويسمون أنفسهم بالحمائم. أما القسم الكبير فيهم، الكبير، هو القسم الانتهازي. القسم الانتهازي اللي الجماعة اللي مع من هو أقوى ومع من هو قوي، فيرتمون في أحضان هؤلاء لمصالح خاصة ومصالح ضيقة ومصالح حزبية. هؤلاء يعتبرون يعني القسم الهش، واللي هو الأكبر. هو القسم الهش ولكنه هو القسم الأكبر، فإن تغيرت الأوضاع والموازين والمعادلة فإنهم يقفزون من القارب مباشرة ولا 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 يبقون. ولهذا يعني حتى في انتخابات 2019 النهضة خسرت جزء كبير، وهو من 2011 كان هناك عند النهضة في الانتخابات 23 أكتوبر 2011 كانوا 1,700,000. في 2019 أكتوبر 2019 كان هناك 500,000. يعني هذه هي المجموعة متاعها، مجموعة الطبقة الأولى والثانية. الأولى اللي هي الجيل الأول والقطبي، الجيل الثاني اللي هو خذاء بالوراثة. صحيح. تابعنا. أنا بشكر حضرتك طبعا على توضيح هذه الجزئية المتعلقة بالتاريخ الحركة في تونس والأقسام المختلفة اللي حضراتكم بتشيروا إليها، لكن يمكن لحضرتك الجزئية المتعلقة بالانتخابات كانت طبعا قمنا بتغطيتها وكنا بنعلق عليها ونعقب عليها دائما في هذه الفترة في 2019، وإنه إلى أي درجة فقدت الحركة شعبيتها في الشارع التونسي، ليس فقط على مستوى البرلمان لكن أيضا حتى انتخابات الرئاسة جاءت يعني بطريقة أو النسبة، يعني نسبة الفوز الرئيس التونسي جت أيضا مفاجئة للكثيرين في المجتمع الدولي، لأنه الحركة فقدت شعبيتها بدرجة كبيرة جدا على الأرض. هل كل هذه التبعات والتداعيات على مدار السنوات الماضية هي التي جعلت الحركة الآن تفقد مريديها أو تفقد تأثيرها في الشارع التونسي، ولم نجد يعني من يؤيدها حتى من منظمات المجتمع المدني في الداخل التونسي؟ هو بالأساس يعني العشرية السوداء اللي عاشها الشعب التونسي خلاهم يفقدوا الكثير من حظوظهم الشعبية ومن مكتسباتهم اللي هما جاوا كذب، لأن حبل الكذب قصير برشا. هما دخلوا بكل عنهجية واعتبروا تونس بالنسبة لهم غنيمة، والشعب التونسي يعني دخلوا عليه بحقد كبير. من ليس معهم فيعاقب عقاب يعني شديد منهم. العنهجية في الديكلاراسيون يعني في أقوالهم، في بياناتهم، في كلامهم يظهرون الكثير من العنهجية. هذا ما خلاهم يعني يفقدوا شعبيتهم. اثنين، فما الكثير من الوعود، وعدوا والكلام، ولكنهم في الأخير يعني وصلوا إلى مرحلة أنهم لم يفوا حتى بمجرد وعد. ثلاثة، هناك الكثير من المنظمات واللي هي تعرفهم، تعرف وتعرف تاريخهم وتعرفهم من هم، وتم الكشف على الكثير من المراوغات والكذب. ثلاثة، كذلك البرلمان وتشكيلة البرلمان ودخول شيخهم على رأس البرلمان قد فضحهم. يعني أنا أقول الضربة القاضية والكهو اللي ضربهم يعني ضربة قاضية، وكشفهم وكشف يعني خبثهم وكشف وجوههم التعيسة. كذلك المشاكل الاجتماعية، ضرب التعليم، ضرب الاقتصاد، الاستكراش، يعني ناس أصبحت من لا شيء، أصبحت يعني دي مليونير. دونك هذا اللي خليهم يعني الشعب يفيق بهم، واللي ماشي مسكين، اللي ماشي معناها على أساس إنهم هما موكلين من رب العالمين باش يكونوا هما الإسلام في خطر. كانت شعارهم الإسلام في خطر، ومن كل من عارضهم هو لائكي يعني أتذكر حب الإسلام. أتذكر يعني في هذه الجملة يعني أيام منذ 25 من يوليو
قال يعني أحد الكتاب التونسيين منذ 25 من يوليو واتخاذ هذه القرارات وحتى الآن والإسلام بخير يعني وليس في خطر ولا شيء. أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.